سنة على العربية واقف يبيع منبار وسمين. دلوقتي بقى معروف جدا وعلامة من علامات عابدين. لو رحت مرة وكلت هناك لازم في يوم هتروح راجع. مين فينا عمره ما جرب يوم وحب أكلات الشارع؟ شوف عم سيد طول عمره واقف هناك بعربيته، من كتر وقفته في الشارع الشارع اتحول بيته. أهلاً أهلاً أستاذ. ازيك يا عم سيد؟ أخبارك يا عم سيد؟ إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله، ما احنا بالله. الحمد لله. دي عربيتك الجميلة؟ الحمد لله. أسمع عنك كتير يا عم سيد. الله يخليك يا عم. أسمع عنك كتير. نصير شرفت. تعالى تعالى نقعد. تفضل تفضل تفضل. أنا لأن شفتك مصور مع الحاجة قبل كده. مع مامتي؟ آه. من زمان بقى. من بدري، كان واحد لسه شباب. هو أنت كبير قوي يا عم سيد؟ أنت عندك قد إيه؟ 72. ما شاء الله، الله أكبر، ده مش كبير يا عم سيد. شباب بيبدأ بعد 60. صح كده. الحياة تانية، الفرصة التانية تبتدي بعد 60. بتكوني فوقتي بقى عيل جوزتيه، عيلة جوزتيها. ها. ما فيش الا انت والمدام والمدام والبيت. آه. طب انت عملت ايه؟ جوزت عيالك؟ الحمد لله، انا عندي 4 اولاد متجوزين ومخلفين. صبيان ولا بنات؟ مين ولادك؟ لا، ولادي صبيان. احكي لي بقى على العربيه، يعني انت مثلا اللحمه اللي بتجيبها دي والحاجات اللي بتجيبها منين ومن معلمين شكلهم ايه؟ انا بروح المذبح الساعه، بصحى الساعه 6 الصبح. تصحى 6 صباح؟ 6 الصبح. ها. بطلع المذبح. ها. بتاع البساتين. ماشي. لي عميل مخصوص. العميل راجل واحد. العميل ده مخصوص، ما تقدريش تغيريه. ليه؟ لان عارف انت بتاخدي ايه، وعارف حاجتك ايه وطلباتك ايه. عارف طلبات العربيه. يعني ممكن ارن عليه، انا طالع احجز لي كذا. هو الدبيح هيبقى عارف ان عم سيد هياخد الطلبات دي. الجزار ذات نفسه. ها. بيبقى عارف وهو بيلم الدبيحه. بيبقى عارف سيد عايز كذا، فلان عايز كذا، فلان عايز كذا. لازم يكون ليك عميل واحد بس. ليه؟ عشان هو عارف انت عايز ايه. انت العربيه بتاعتك دي بتبيع ايه وايه وايه يا عم سيد؟ ببيع لحمه راس. لحمه راس؟ لحمه راس اللي هي راس العجل اللي هو بقى الخدود. لا العجل لا. امال ايه؟ انا ببيع لحمه راس ضاني. ضاني بس؟ ضاني. اللي هي الحته دي مثلا بيجيبها ايه يتاكل في الراس ده؟ الجب. كل لحمه الضاني كلها حلوه. ها. ده كده وده كده. ده بتبقى فيها جبهه وبتبقى فيها جوهره. جوهره اللي هي العينين. الجوهره اللي هي العينين، والجبهه اللي هي دي. ها. واللسان طبعا معروف. واللسان معروف. والمخ معروف. معروف يعني هو لسان ومخ واللحوم دي. ودي ده اللي بتبيع. جبهه وجوهره ومخ ولسان. ولسان. ومنبار، وطبعا الكرشه والفرشه دي التشكيله بتاعتهم. ها. وبقيه الاكل ايه هو؟ اشرحه. وبقيه الاكل جبهه وجوهره ومخ ولسان. ده بتحضره ازاي؟ بتسلقه مثلا؟ اول حاجه النظافه. النظافه تغسل بايه؟ اول حاجه دي النظافه، ده يعني تفضلي تقول النظافه دي لمدى الحياه، بالذات في اللحمه اللي من نوع ده، الحلويات وال، لان لو الحاجه مش نظيفه وانت بتشربي شويه الشوربه بتبقى زفره. زفره، مظبوط. واخده بالك؟ مظبوط. فاهم حاجه النظافه. ها. يليها النفس. انت بقى نفسك حلو في الاكل. نحمد الله، ده من فضل ربنا. بتحب الطبيخ؟ طبعا، اهم حاجه بحب صنعتي. بتحب كده؟ طالما بتحب صنعتك هتديكي. ها. ما بتحبش صنعتك خلاص. وانت بتحضر كله في البيت؟ يعني احنا وصلنا لانك انت بتروح الاول تجيب الاول كنا بنشيل البنيكه على دماغنا. برنيكه ده اللي هو طشت عالي كده شويه، صح؟ لا، هي بتاع مدوره كده خشب. ودي حاجه عاليه كده بتتحط عليها. وكنا بنشيل كل الحاجات اللي انت شايفها سيادتك على العربيه دي في البرنيكه دي، بتتحط دي وبتشيليها على دماغك. ها. وكنا بنشيل، كنت بقى في وسط البلد. ها. في شارع وتبيع سندوتشات في شارع الشريفين. عارفه طبعا طبعا، شارع الشريفين الاذاعه القديمه طبعا. ولما اتطورت العمليه عملنا العربيه، بقى لي بتاع 40 سنه هنا. ايوه، بتقف في الحته دي. كنت كان ليا زبوني، وفي زبون لغايه دلوقتي من الناس الكبيره يسال عليك هناك وبتجيلي. انا في ناس بتجيلي من مصر الجديده، في ناس بتجيلي من المهندسين. طب احكي لي. انت بتجيب اللحمه دي وبعدين ترجع بيها البيت؟ لا. كل قد ايه تجيبها؟ لا، يوميا. يوميا تروح المذبح؟ هقول لك ليه. لو جبت كيلو لحمه وخليتيه في التلاجه في الفريزر، غير لما تجيبيه طازه وتطبخيه. مظبوط، بس مشوار عليك يا عم. لا مش اتعب. بس الشغل الصح. وتحرك العربيه. وحرك العربيه بس مش بعيد من لا هنا. لا لا، مش بعيد. وفي هنا اهل الخير كتير بيساعدوني. يزقوا معاك؟ بيساعدوني، ما تسيبونيش لوحدي.
تعبان لغايه هناك يودوها لغايه هناك. طب انت مخلف اربع رجاله، مفيش راجل من دول يزق العربيه معاك؟ ما انا هقول لك على حاجه. هقول مفيش، كل اول حاجه ربنا يعينهم على وقتهم. صحيح. تاني حاجه ان مفيش واحد شرب الصنعه دي، محدش حب الصنعه. ولو جبته معايا غصب عنه مش هيديني. لا طبعا هو مش عايز يقعد. لازم يكون حبيبها. تيجي نحرك العربيه ونكمل كلامنا واحنا بن انا تحت امرك كده بنزق. انا تحت يمكن أمرك. ربنا يجبر بخاطرك وتبيع على وش. الله يخليك. الله يخليك. يلا 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 عم سعيد. الله شيقه. شكرا يا عم سعيد. الف انا يا باشا. بص ده وريني ده ايه؟ ده اللسان. ده اللسان. ده اللسان ده بيحضروه مسلوق. ها يا عم سعيد. ما تاكلش تاكل ني ازاي؟ لا مش ني. انا باكله في مي يا عم. ما تحت امرك تأمريني. لحمة الراس بالذات ما تنفعش تتحمر، كله سليق. لو نزلت في الزيت انتهت طعمه. ايوه فاهمه قصدي. بس امال ايه اللي بقى ما دام هي بتتسلق منين تفرق الحلو من الوحش ما دام سليق وخلاص؟ ازاي يعني؟ يعني ما دام سليق وخلاص تفرق منين النفس الحلو والنفس الوحش؟ لا ازاي؟ حط ايه في ميه السلق بقى؟ لا 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 ولا اي حاجه، ولا بصله ولا كرفسه. لا البصل بتاع الممبار، ما انت بتحط الممبار في قلبيه. طيب ما هو في حاجات اهو. بس برضه النفس مهما تعملي في زي ما قلت لساتك قبل كده، يعني تخش على مطعم ممكن تاكل لمازه يجيب لك طبق كده ما تاكليش منه حتتين. لا بس اشرح لي، انت بتكون حاشي الممبار وكله بيتسلق مع بعض. كله بيتسلق مع بعض. فالخلطه اللي انت حاططها في الممبار ريحتها بتمسك بقى في الحاجات الثانيه. طبعا التانية. انت شم ريحه السلطه بس. جميلة. خل وشبت لا الريحة لازم تحط لها التوابل الصح. فده اللسان ودي اللي تحت اللسان. دي الجبهة. وده اللي هنا. اللي هي خدود. ودي دي الجوهرة. وده العينين. الجوهرة اهي. ودي المخ. ده المخ. ده اهو سنانه. وادي الجوهره. دي الجوهره. اصل متهيألي ان الاكله دي انا حاساها رجالي قوي يا عم سامي. مش لا كتير لا ستات بتاكل الحاجات دي. ده في ستات بتيجي بعربيات عندي. دي ستات جريئه قوي. لا في ستات بتيجي بعربيات، هي وجوزها. يحبوا الجوهره. كنت حاساها رجالي، اكله رجال. لا 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 هو الاكل فيه رجال وحريم. ايوه طبعا. لا يعني ستة كبدة جوزي ياكل ستة كبدة. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الفلق. أنا ما أكلهمش. ممكن 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 لما أعظم عليه أقول لك الهمبرجر من بتاع الحد جات اللي طلع الجديد ده. أو ممكن الشباب اللي هو طلع جديد ده ما يعرفوش حاجة زي كده. لا لا كل المصريين بيحبوا الأكل ده. ما يعرفوش شباب، ما تعرفش الحاجة زي كده. والمنبار بتاعك اللي هو جوه ده شكله جميل. وده المنبار. شكله حلو. بقى دوه حتة كده. أدوه اللي أنت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حته صغيره؟ لا نصها يا عم سعيد. لا بس يلا مش هحط، احط الباقي فين يا عم سعيد؟ بسم الله. جميل يا عم سعيد. بالله انا شفته ومشطشط وبصل لازم حركات. لازم تحطي له التوابل بتاعته. لازم تحطي له التوابل، اظبطي الحاجه عشان تطلع مكتوب. دي بقى دي فعلا كل حاجه. ايوه اي حاجه. سلم ذوقك. الله يكرمك. يلا نمشي. ينفع امشي بكوبايه الشاي يا عم سيد؟ ينفع. يلا عابدين منطقه الجدعان وولاد البلد والناس الكرمه والاكيله. ريحه الاكل في عابدين تفتح النفس بمجرد دخولك شوارعها، وده لأن أغلب المطاعم فيها مشهورة بالأكلات التقيلة زي الممبار ولحمة الراس والطحال واللسان والكوارع والجواهر والعكاوي اللي أغلب المصريين بيحبوها. وفي عابدين هتلاقي جنب مطاعم فواكه اللحوم عربيات في الشارع بتنادي على زبونها، كلهم رافعين شعار اتفضل أكلنا نضيف. وهنا ريحة رمضان في كنفان الإخلاص، ولو هتاكل أحلى بطاطس محمرة تبقى على كيفك. ومطعم الشعب اللي محتفظ بنفس يافطته من 100 سنة وأكتر كمان. مين زباينك بقى يا عم سامي؟ زبايني من الشعب. ناس عادية خالص. ناس عادية وصناعية وموظفين وعمال، وعندي زباين كتيرة من وزارة الداخلية. الحاجات القريبه من محمد محمود، لان في مكاتب حكوميه كتيره حواليك. في البنوك. بنوك وموظفين. بنوك الموظفين بتيجي.
واحيانا ياخدوا معاهم واحيانا يجي ياكلوني. يعني احيانا واحد مثلا زمايله يقول لك انا عايز 10 رغيف فبيجي لي ياخد لفه وانت عندك هنا في العربيه اللي تلف بيه وكل وشنط وشنط واللي ياكل هنا معاك اللي هي الطباق المعدن دي الناس تاكل فيها. ما بتقفش مثلا جنب واحد بتاع عصير عشان الناس مثلا ولا جنب حاجه ساعه قصاد الناحيه الثانيه بتاع عصير فالناس تيجي تاكل من هنا وتشرب عصير تاخد من على القهوه. العصير مش مستحب، الاكله دي بعديها الشاي على طول. شاي بس انت شكلك كيف اكل يا عم سيد. طبعا كنا كتير، كنا كتير في صغرنا، كلت كتير، ما حشناش نفسينا وما حرمناش نفسينا. ايه الاكل اللي بتحبه؟ زي دلوقتي انا لما كان عندي عمي ابوها كنت انا غاوي الشاي الساده. تحب شاي ساده؟ احب الشاي الساده الصبح. فنزل والان بشرب، قال لي ايه ده؟ قلت له شاي. قال لي مين؟ قلت له ليا. قال لي فطرت؟ قلت له لا. قال لها خدي يا بنت على بنته. في عندنا زباين يا عم سعيد. ايوه السلامات. قال لها هات البرنيه بتاعت السمنه، كان زمان نحط السمنه البلدي دي برنيه. اتفضل. خدي يا مصطفى. وراح اطلع في الشاي. كان عايزك بقى تشرب شاي بالسمنه. اشربها ازاي دي؟ والنبي انا خايفه اتكلم معاك وانت ماسك الساطور ده يا عم سيد، تسرح في الكلام تجيب صداع. الساطور صاحبي. الساطور صاحبك؟ لا خلاص. الساطور صاحبي. لا ان كان كده خلاص. قلت له انا ما اقدرش. قال لي اشربها بس. قعدت طول النهار شبعان. شربت شاي بالسمنه يا عم سيد؟ سمنه بلدي عادي؟ سمنه بلدي. فالطبق بقى قول لي يا عم سيد، انت الطبق اللي بتكونه للزبون ده يعتبر مشكل؟ بتحط فيه ايه بقى؟ كام ترانشه ممبار وايه؟ بحطها جبهه والتشكيله بتاعتها والرشه اللي في الاخر لحمه الضاني. النص السم بيتقطع نصين، نص السم التشكيله بتاعته. حلو رغيف السلطه ده برضه. طبعا. بس انت سلطتك محترمه قوي يا عم سيد. هو اكله جميل. اكله جميل صح؟ هو راجل جميل وكل حاجته جميل. موضع محمد. من الهنا والشفا. ربنا يوسع رزقك يا عم سيد ورزقنا كلنا. احنا بنعمل اللي علينا. اعمل اللي عليك. والله هي دي. ايه الفرق بين زباينك زمان وزباينك دلوقتي؟ معظم زمايلي زبايني لغايه دلوقتي من الرجاله الكبار. ناس كبيره. ناس كبيره. ليه يا عم سيد؟ هي الاكله دي الكبار؟ لا كله مش كده؟ بس بيبعت ايه بقى؟ ممكن يبدا يعمل لي تليفون، عم سيد انت وقفت لسه؟ اقول له وقفت. طب انا ابعت لك الورد اعمل له خمس تليفون. يعني انت بالمحمول الناس تعرف انت فين وكل حاجه. اي زبون بياخد المحمول بتاعه. كان زمان بقى ما فيش لا محمول ولا حاجه. صح. سبب ما انا بقول لك دلوقتي لما تقارنيها تلاقي دلوقتي احسن من زمان. والله انت راجل جميل وفلسفتك في الحياه كده ايجابيه وجميله. مصر بصي، مصر دي محميه بقدره الله. صحيح. بقدره الله واهل البيت اللي فيها. ده مذكوره كم 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 مره؟ ده مذكوره خمس مرات في القران. مصر البلد اللي نزل فيها القران مذكوره واحده. انما مصر جه فيها جميع الانبياء. صحيح. جميع الانبياء جم فيها. انت جبت السماحه الداخليه دي من فين يا عم سعد؟ من ربنا. من ربنا. ما انت لازم تكون سامحه عشان تلاقي السامحه اللي قدامك. انما انا لما بيحصل لي حاجه في البيت بعمل ايه؟ زي ايه مثلا؟ يعني مثلا حصلت البيت كله يعني ما فيش بيت الا ما فيه زعل. طبعا طبعا. فبتحصل حاجه بالزعل اعمل ايه؟ يا اما اخش اتوضى واصلي. يا اما ان كنت قاعد ان كنت واقف اقعد. يا اما اسيب المكان واطلع فوق. تطلع السطح. اطلع فوق لا اعمل اوضه انا ليا لما اقعد بشرب شاي بتاع. اطلع فوق. ما فيش 10 دقايق. تصفى بقى. خلاص انتهت بنزل بص اكن ما فيش حاجه حصلت. انا ولا 10 دقايق حتى. ولا لا بكلمك بامانه. انا مصدقاك والله يا عم سيد. اصل دي بيبقى الواحد كل واحد شوف انا في البرنامج ده بشوف ناس بسيطه جدا يا عم سيد بس كل واحد عنده فلسفه كده. هقول لك على حاجه. الست الوالده عليها رحمه الله الله يرحمها كان كلامها بسيط وكان كلامها حلو وكانت حتى الحوار بتاعها حلو. انا كنت احب اسمعها. كنت احب اسمعها. ايوه كانت قريبه الحوار تحس ان واحده قاعده معاكي مش واحده
مذيعة ولا لا 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 كنت تحس ان هي منك. ما هي قبول دي حاجة بتاعت ربنا يا عم سيد. انا مش لسه بقول لك دلوقتي ايه. ايوه من عند الله كله. من عند ربنا. ربنا بيقول لك اللي بيحب ربنا بيحب فيه خلقه. خلقه طبعا. طبعا. انا لو وحش مين اللي هيعرفني؟ انا طول ما انا ماشي كده. عم سيد عم سيد. ولو ما معيش حد يزق والله ثلاثة لو ما معيش واحد يزق. اي واحد يقوم من على يا ابني ما اشرب الشاي بتاعك قبل ما اقول لك. هو انت ساكن فين اصلا يا عم سيد؟ في حاره الزعبلاوي. يعني قريب من هنا اهوت. انت قلت لي الزعبلاوي. فالناس عارفينك وسكنك قريب منهم وكل حاجه. ونحمد الله استاذه واللي يجيبه ربنا كله حلو واحنا احسن من غيرنا. طبعا. ورضا والحمد لله. الحمد لله. كله بياخد رزقه يا عم سيد. الحمد لله اكتر من رزقك مش هتاخدي. صح. انت راجل جميل يا عم سيد وانا اتبسطت قوي من درس الحياه ده. موضوع مش بتاع كبده ومخ وفش خالص يا عم سيد. انا اللي مبسوط جدا. انت فيلسوف يا عم سيد. انا مبسوط جدا اللي قابلت السفر. وانا جدا. وفكرتيني بالست الوالده. الله يخليك يا عم سيد. عليها رحمه الله. اهو حد بيسلموا عليك اهو عم سيد. عم سيد اتفضل يا عمي. عم سيد احنا متعودين كل مره نعمل حلقه مع حد عندنا فنانه زميلتنا اسمها ساره بترسم له صوره حطها بقى في بيتك لو عجبتك ان شاء الله. بس الله يا ساره جميله جميله. ايه ده ايه الجمال. شكرا ده. يا ساره ايه الجمال. ايه يا عم سيد بقى الحلاوه دي. نجم سينمائي. ايه الجمال ده. والنبي. والله شفت والله جميله. حطها بقى وافتكرنا يا عم سيد. نفسك في فشه ولحمه راس تاكل مشكل ولا خلاص؟ المخ تاكله بانيه في رغيف مع ربع كرشه او منبار والكبده ردة ومقلية ويدوب بتاخد سوى على النار. في فنانين في الحلويات متخصصين في التشفية، نوع شعبي من أنواع الفن في طبخ أكلات شعبية. بسم الله كل وبألف هنا في بينا ألف رغيف مقسوم. لما أنت تاكل هشبع أنا يا رب بس اللمة تدوم.